ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. غرزتنا النهارده سهله جدا، وبرضو بيتقال عليها تشين ستيتش او غرزه السلاسل. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزه اسمها برضو غرزه السلاسل، وعلى الاساس ده قلت لكم من قبل ان غرزه السلسله او السلاسل دي هتلاقوا ليها اشكال كتيره، وهتلاقوا كتير قوي بيقول على كذا غرزه اسمها غرزه السلاسل. ده لنفس السبب اللي هنعمل ليه الغرزة النهاردة، وبرضو اسمها غرزة السلاسل ولكن سموها غرزة السلاسل رقم 2. ثانيا حابة اوضح حاجة بسيطة جدا. انا لما نزلت على المنتدى وقلت ان انا هبطل، ما قصدتش ان انا هبطل شغل على اليوتيوب، بالعكس انا يهمني ان انتوا تستفيدوا وتتعلموا حاجات كتيرة وجديدة كل شوية. ولذلك انا اتعلمت كذا حاجة اثناء ما انا بشتغل الكروشيه التونسي، زي المكرمية زي التريكو، وابتديت ان انا اوصل لكم الحاجات اللي انا اكتسبتها كمعلومة او تفصيلة صغيرة او ايا يكن الحاجة اللي انا بشتغل عليها. فهو المسألة مش ان انا عايزة ابطل، المسألة ان انا كنت حابة ارتاح الـ15 يوم الباقيين او العشرين يوم الباقيين بتوع رمضان، لانه اثناء الصيام انا بصور الفيديوهات دي وفعليا صوتي بيروح اثناء ما انا بصور، فشوية بحس ان هي المسألة مرهقة. وفي الوقت نفسه اللي بيشوف الفيديوهات حوالي 30-40-60 بالكتير قوي اللي بيشوفوا الفيديوهات، فعشان كده قلت ان انتوا ممكن تصبروا عليا واشتغل باقي الغرز بعد رمضان. بس خلاص ما تزعلوش، انا هشتغل باقي السلسلة وهكملها عادي، حتى لو ما فيش تفاعل، حتى لو بشوف الفيديو ده واحد بس، هشتغل لكم السلسلة كاملة بإذن الله، وهرتاح أنا بعد رمضان، فما تزعلوش خالص. والمسألة كلها مش يعني مين بيشوف الفيديوهات، ولكن بما إن العدد كان قليل اللي بيشوف الفيديوهات ومازال، فقلت إن أنا أرتاح شوية، ولكن ما فيش مشكلة نشتغل مع بعض غرزتنا. حبيت بس أوضح مسألة الميديا عامة عندي مش هي اساس شغلي الحقيقي، انا بشتغل حاجات تانية وهي دي اللي انا بربح منها، لكن الميديا واليوتيوب والانستا وكل الحاجات دي انا فتحاها بس كده توصيل معلومة. ده خيط اليزا سكرم، وهشتغل معاكم بابرة رقم 6. انا اشتغلت الغرزة الاساسية في البطانية بابرة رقم 4.5، هوريكم شكلها وهي هتكون مقفلة، ولكن تعالوا نشوف شكل الغرزة وهي مفتوحة كده، لان الغرزة وهي مفتوحة بتكون شكلها احلى. فاوريكم شكلها وهي مفتوحة وانتوا تشوفوا شكلها وهي في البطانية مقفلة. هشتغل معاكم 11 سلسلة، اي عدد من السلاسل زي ما تحبي، ولكن انا هشتغل 11 سلسلة من ظهر السلسلة واسحب كل حاجة على الإبرة. زي ما انتم عارفين انه من ظهر السلسلة افضل، بيخلي شكل الغرزة مميز اكتر. في ناس تشتغل الصف ده غرز حشو، ولكن بيغير مظهر الغرزة تماما، فيفضل ان احنا ما نشتغلوش الا لو كنا مضطرين ليه او حابين نفرد الرول، والغرزة بتاعتنا النهاردة ما فيهاش اي رول. اخدت كل حاجة على الإبرة، برتفع سلسلة وبنسحب كل اتنين مع بعض. زي ما انتم شايفين ده صف البداية، هتلاقوه في دروس تعليم التونسي تقدروا تروحوا عليه. غرزتنا النهاردة مستندة على الغرزة المقلوبة وظهر السلسلة الباك لوب. تعالوا نشوف اول سلسلة اهي قدامنا. تمام، انا هعمل كده، بصوا الاول عشان تكونوا فاهمين. الغرزة اهو بيكون لها سلسلة خلفية وسلسلة امامية، انا هروح على السلسلة الخلفية بالطريقة دي كده، هدخل اسحبها كده تمام، واعمل غرزة. اوكي، على فكرة الحركة دي هي اللي هتكون لي شكل الغرزة. لف على الابرة. السلسلة اللي بعدها هشتغلها سلسلة غرزة مقلوبة، هنزل اللفة كده واسحب. اللي بعدها غرزة من ظهر السلسلة زي ما انتوا شايفين، علشان تكون ابسط بدخل كده اعمل الحركة دي
اخد ظهر السلسلة اهو واسحب، تمام. غرزة مقلوبة، ظهر السلسلة، غرزة مقلوبة، شايفين بدخل كأني اعمل غرزة عدلة بالخطاف بتاعي كده، تمام. وبعد كده اسحب الغرزة، غرزة مقلوبة، تمام. اخر حاجة اهو ظهر السلسلة كده بالطريقة دي، وارتفع سلسلة، اروح على الجانب اسحب، ارتفع سلسلة، وكل اتنين مع بعض. بالطريقة دي هنفضل نكمل كل الصف بتاعنا عادي زي ما انتوا شايفين اهو. الغرزة ادي السلسلة الخلفية اهي، واسحب لف على الابرة لقدام، بدخل في الغرزة المقلوبة، انزل اللفة وبسحب، تمام. ادي الغرزة، بعد كده لف على الابرة، ادخل في الغرزة، انزل اللفة وبسحب السلسلة، بتكون كلها اهو. انا بدخل في الباك لوب او الغرزة من الخلف اهو، شايفين بسحبها ازاي كده بالخطاف، هي بتطلع لبره، واسحب لف على الابرة طرف السلسلة كأني هعمل غرزة بسيطة، انزل اللفة وبسحب زي ما انتم شايفين اهو. اخر السلسلة لازم ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض. طبعا 30 غرزة اللي احنا هناخدهم في اثناء رمضان باذن الله مش هما اساس الكروشيه التونسي وكده خلصنا الغرز، لا، لسه في غرز تانية وبرضو كروشيه تونسي، وكلها احيانا بتكون مبتكرة وملهاش اسامي. يعني انتوا خدتوا الغرز كلها اغلبها ليها اسامي، ولكن في بعض الغرز في الكروشيه التونسي بتكون من ضمن فئة غرز اللاسي او الغرز المقفولة او غرز اللي هي ليها ميل، ودي احيانا ما بيكونش ليها اسامي لان هي بتكون يعني شوية اجتهاد شخصي بالنسبة للناس وبيبتدوا يشاركوها، فبتكون برضو شكلها حلو ومميزة في الشكل. دي برضو هديها لكم ان شاء الله، وهنستكمل السلسلة دي مع بعض، ولكن طبعا مش كل يوم غرزة، هيكون غرز الكروشيه التونسي هنستكملها كلها ان شاء الله، وهتكون ساعتها هتكونوا اخدتوا اغلب او كافة غرز الكروشيه التونسي باذن الله. طبعا كل شوية بيطلع جديد فمستحيل تكونوا اخدتوا كل حاجة، ولكن ان شاء الله هتكونوا اخدتوا اغلب الغرز المعروفة واللي مش معروفة في الكروشيه التونسي. طبعا بنفس الطريقة كل مرة هشتغل لحد ما الغرزة بتاعتي تتكون. طبعا احلى حاجة ليها الخيط يكون صغير والابرة تكون ضخمة، بيديني شكل الغرزة مفتوح كده ومرتاح. الغرزة دي فيها شبه من غرزة السلالم او الليدر ستيتش في الشكل النهائي وفي التقفيلة وشكل الاعمدة كده وهو بارز، ولكنها غرزة مختلفة تماما. تعالوا نشتغل صف اخير ونقفل غرزتنا. زي ما انتم شايفين السلسله بيكون ليها طرف امامي وطرف خلفي، انا بروح كده تمام بالخطاف بتاعي كده اهو، بجيب الطرف الخلفي واسحب واعمل غرزه، لف على الابره لقدام طرف السلسله، انزل اللفه وبسحب طرف السلسله طبعا الخلفي واسحب لف على الإبرة كأني هعمل غرزة بسيطة، هنزل اللفة
وبسحب. بصوا يا جماعه المبتدئين، الغرزه كلها بتكون اهي، طرف امامي وطرف خلفي. بصوا بالابره كده، اما اعمل الحركه دي كده واسحب، بكون خدت الطرف الخلفي. لف على الابره، غرزه مقلوبه، وادي السلسله كلها اهو. لما اجي اعمل الحركه دي بتكون الطرف الخلفي اهو، واسحب اخر حاجه من الجانب، وبعدين ارتفع سلسله وكل اتنين مع بعض. نعمل مع بعض التقفيل بتاع الغرزه، كل انا هعمله طرف السلسله كده تمام، كأني هشتغل الغرزه، اسحب بس المره دي هعمل منزلقه، لف على الابره برضو طرف السلسله، غرزه مقلوبه، اسحب وبعدين اعمل منزلقه، وهكذا. وبرضو اخر حاجه من الجانب ونفس الطريقه، وزي ما انتم شايفين الغرزه بتاعتنا شكلها عامل ازاي. غرزه حلوه قوي ومميزه، وبرضو اسمها غرزه السلاسل، طبعا مميزه قوي، وهي تحسوا ان هي عاطيه على غرزه الليدر ستيتش او غرزه السلالم. وادي شكلها في الخيط، وغرزه مقفله مع ابره رقم 4.5، وخيط شويه سميك زي ما انتم شايفين. وكده غرزتنا النهارده تكون خلصت، غرزه التشين ستيتش او غرزه السلاسل. غرزه مميزه قوي، سهله، وتركتها خفيفة قوي وبسيطة، وهم كلهم سلسلتين بنفضل نعيد فيهم كل الأصفف، وما فيهاش أي تركات صعبة. تقدر تستخدميها في كارديجان، في بلوفر، في آيس كاب، في بطانية، زي الوحدة بتاعتنا النهاردة هنعملها في بطانية لو لسه ما تعرفوش. طبعا تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واعملوا شير للفيديو كان يوصل لأكبر عدد مهتم بالكروشيه التونسي. شوفكم إن شاء الله في فيديو جديد بكرة، وغرزة جديدة. رمضان كريم، مع السلامة، باي.